أخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من هدنة في غزة. اتفاق مرتقب الضوء الأخضر مبني على رد حماس في القاهرة غدا، وحلفاء نتنياهو يهددونه مجددا. مصير الحكومة مرهون بعملية في رفح. جبهة لبنان المشتعلة بانتظار موافقة إسرائيل على تعديلات لبنان في ورقة باريس، ومعركة دارفون المرتقبة والحركات المسلحة تختار الجيش السوداني. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. إسرائيل توافق على مقترح مصري يتضمن وقف النار بشكل كامل في غزة. حماس تسلم ردها غدا، والبديل عملية في رفح. الرئيس الفلسطيني يحذر من كارثة تاريخية حال شن عملية إسرائيلية في رفح، وحلفاء نتنياهو يهددون تخلى عنها وستسقط حكومتك. وفرنسا ترهن استقرار الحدود الجنوبية بانتشار الجيش اللبناني، وقرار التهدئة مرهون بقبول إسرائيل ملاحظات بيروت على مقترح باريس. ومع اقتراب معركة دارفور، حركات مسلحة تغادر أسوار الحياد وتنضم للجيش السوداني، والهدف استعادة السيطرة ومنع التقسيم. السلام عليكم. ساعات حاسمة ترسم مصير الحرب الإسرائيلية على غزة. تفاصيلها في المبادرات المصرية الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة ضمن صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل. وبين القاهرة وتل أبيب قرار لن يسهل اتخاذه على أي طرف، لكنه سينهي في نهاية المطاف حربا تسببت بمقتل نحو 35,000 قتيل وعشرات ألاف الجرحى، فضلا عن نزوح نحو 1.5 مليون فلسطيني. وفي هذا الإطار أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين بأن تل أبيب تنتظر ردا من حركة حماس على المقترح المصري لإبرام صفقة تبادل للأسرى وللتوصل لهدنة في غزة خلال 48 ساعة. هذا ونقلت القناة A24 عن مسؤول لم تسمه، نقلت قوله إن إسرائيل أبدت استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة بخصوص عودة النازحين لشمال غزة، وأضاف أن المرحلة المكثفة من الحرب في غزة شارفت على نهايتها، وأن الأنظار تتجه إلى الجبهات الشمالية في إشارة إلى لبنان والمواجهة مع حزب الله والفصائل المسلحة هناك. كما شدد المصدر على أنه في حالة صدور رد سلبي آخر من حماس، فمن المتوقع أن تختار إسرائيل إجراء تدريجيا ومنضبطا للتعامل مع ما تبقى من كتائب حماس في رفح. والي المزيد من التفاصيل والمعلومات حول ما يجري الآن على الأرض، وكذلك تفاصيل هذه الصفقة المحتملة أو المرتقبة بعد المبادرة أو المقترح المصري من رفح جنوب القطاع. ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت، ومن القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا بكما. أبدأ معك أسامة، والتفاصيل الميدانية أكثر في منطقة الجنوب أو في كل قطاع غزة الآن، التطورات خاصة الإنسانية كثيرة مع اقتراب ارتفاع درجات الحرارة. أساسا في الأيام الماضية ارتفعت درجات الحرارة، وهذا أثر بالتأكيد على النازحين وعلى أهالي القطاع، بعد ما تابعنا في الأسابيع والأشهر الماضية تأثير درجات الحرارة المنخفضة أو البرد. كيف هو الوضع الإنساني الآن والوضع الصحي بالتأكيد؟
نعم، يعني نبدأ من حيث آخر المستجدات هنا في قطاع غزة. قبل ساعات قليلة كان هناك استهداف لمنزل في منطقة حي البرازيل هنا في مدينة رفح، أقصى منطقة في جنوب قطاع غزة. خلف هذا الاستهداف لهذا المنزل عدد من الإصابات، نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار، بالإضافة إلى أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف المنطقة الغربية لمدينة بيت لاهيا، أقصى منطقة في شمال قطاع غزة. نتحدث هنا على أن الدفاع المدني في ساعات متأخرة من هذا اليوم عثر على ما يقارب من 13 جثمان ضحايا في منطقة حي الأمل في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس في محيط مستشفى ناصر تحديدا. نتحدث على أن يعني طواقم الدفاع المدني تعثر يوميا، باتت على مقابر جماعية خاصة بعد انسحاب الدبابات الإسرائيلية من مدينة خان يونس، ما يقارب 4 مقابر جماعية عثرت عليها داخل مجمع ناصر الطبي، واليوم يتم العثور على جثامين خارج مجمع ناصر الطبي. نتحدث على ما يقارب 400 ضحية تم العثور عليهم خلال الأسبوع الماضي. نتحدث على ما يقارب نصف هذا العدد هم مجهولي الهوية، دفنوا بدون التعرف على هوياتهم، والآن يتم انتشال ما يقارب من 13 ضحية، والحديث يدور عن فقدان ما يقارب 500 تقريبا مفقود حتى هذه اللحظة، ويتوقع أن يتم العثور عليهم في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس خلال عمليات البحث من الدفاع المدني والطواقم المختصة بعد خروج مستشفى ناصر عن الخدمة. أيضا بالإمكان الحديث على أن منظمة المطبخ العالمي قبل قليل أعلنت عن استئناف عملها وخدماتها في مدينة غزة، وذلك بعد إيقاف نشاطها منذ بداية هذا الشهر بعد مقتل 7 من موظفيها في استهداف مركباتهم في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح. يعني الاستهدافات متواصلة والقصف المدفع متواصل خاصة في المناطق الشرقية. يعني وزارة الصحة يوم أمس واليوم ما زالت تحذر من ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة. اليوم تم الإعلان بشكل رسمي عن وفاة طفلين داخل الخيام بسبب الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة، وأيضا في ظل تحذيرات على انتشار الأوبئة والحشرات والزواحف في منطقة تجمع الخيام النازحين في مدينة رفح، وأيضا انتشار وظهور مكبات وتجمعات لمكاره صحية بالقرب من خيام النازحين. نتحدث على ما يقارب من 1 مليون نازح حتى هذه اللحظة في مدينة رفح، منتشرة حولهم كل هذه الأوبئة وهذه الأمراض بسبب يعني ارتفاع متواصل على درجات الحرارة. إذن هذا هو الوضع الإنساني في رفح تحديدا وفي كل القطاع، في حين يجري الحديث الآن عن صفقة محتملة، مقترح مصري يطرح على الجانبين حماس وإسرائيل. زيادة انتقل معك إلى هذه النقطة، مسألة الصفقة هي نقطة مهمة بالتأكيد وأساسية في النقاش الآن. تابعنا معك وقرأنا طوال الساعات الماضية حديث عن بعض المعلومات الإسرائيلية أو ما يدور إسرائيليا حول هذا المقترح. يجري الحديث بحسب وسائل الإعلام بأن ثمة نقاش جدي الآن إسرائيلي حول نقطتين جديدتين، الوقف التام للحرب ومسألة عودة كل النازحين. إلى أي حد هذه المعلومات دقيقة بحسب مصادرك بالتأكيد؟ وفق المعلومات هي دقيقة جزئيا، بمعنى ربما الملفت في المقترح الحالي هو طبعا لا يختلف كثيرا في المرحلة الأولى ما تسمى المرحلة الإنسانية. إسرائيل الآن تطالب بإطلاق 33 شخصا، هم نساء وكبار السن ومرضى ومجندات، في مقابل أيضا إطلاق أسرى من بينهم من ذوي المحكوميات العالية. وإسرائيل توافق أيضا على عودة غير مشروطة تقريبا للنازحين إلى شمال قطاع غزة، لكن المتغير الملفت هو أن إسرائيل تقول إنها ستكون مستعدة لوقف إطلاق نار مستمر كما يسمى أو دائم، ربما مدة سنة وأكثر في المرحلة الثانية. المقصود بالمرحلة الثانية هي مرحلة تبادل الجنود والضباط الإسرائيليين. بهذا المعنى هذا هو الجدل الآن داخل إسرائيل، لهذا غضب جدا بن غفير وسموتريتش، لأنهما أدركا بأن معنى صفقة كهذه إن تمت هو نهاية هذه الحرب بشكلها الحالي. عندما تذهب إسرائيل إلى وقف إطلاق نار مستمر لسنة وأكثر، هذا يعني بأن هذه الحرب قد انتهت، ولهذا هناك غضب في اليمين الإسرائيلي بشكل كبير. فعلى المقلب طبعا تهديد لنتنياهو بأن ذلك سيطيح بالحكومة، وبن غفير وسموتريتش قادران على الإطاحة بحكومة نتنياهو. فيما أن الوزير غانتس على سبيل المثال رد بأنه قضية
رفح ثانوية إذا ما قورنت بصفقة أسرى، وأنه لن يستمر في الحكومة. طبعا هو لا يستطيع أن يسقطها إن خرج، لكن لن يستمر في هذه الحكومة عمليا إذا ما قام الوزراء المسؤولين عن إخفاق 7 أكتوبر بمنع صفقة تبادل أسرى. زياد، ذكرت تهديدات سموتريش وكل اليمين بإسقاط هذه الحكومة، ولكن ألا يجي الحديث كذلك في المقابل عن ربما حل بديل وسطي، أن تجري هذه الصفقة أو تعقد هذه الصفقة، ولكن في المقابل تقدم التزامات أو يقدم نتنياهو التزامات بأن عملية رفح ستستمر؟ هذا الأمر كذلك مطروح أو يتداول على الأقل، هل يبدو دقيقا؟ هذا صحيح. مصدر إسرائيلي مطلع قال مساء هذا اليوم إن إسرائيل لن تتخلى عن تنفيذ كامل الأهداف للحرب، يقصد بذلك أيضا الدخول إلى رفح في إطار أي صفقة مقبلة، ربما لتهدئة روع سموتريج وبن غفير، لكن خروجهما بهذه الطريقة يدل على أنهما فهما من نتنياهو أمرا آخر، ولهذا هذا الغضب الشديد. نتنياهو سيتحدث مع الرئيس الأمريكي خلال ساعتين، وهو سيسمع أن أمريكا لا تريد لإسرائيل أن تذهب إلى رفح، وإلا أن تذهب الآن إلى صفقة تبادل ربما شاملة بمرحلتين. بعض المراقبين يقولون إن ما قد ينقذ نتنياهو من حكومته وفي هذا الإطار هو أن ترفض حماس في نهاية المطاف المقترح. نعم، وربما هذا السيناريو مطروح، ولكن سأعود إليك في نقطة أخرى متعلقة بوجهة النظر الإسرائيلية من هذا المقترح المصري. ولكن الآن دائما في الشق الإنساني والشق العسكري في رفح وفي كل القطاع مع أسامة. أسامة، ذكرت مسألة النزوح، إلى أي حد النزوح الآن مستمر؟ هل ترصد بالفعل حركة نزوح كبيرة، وأقصد من الجانبين، شمالا إلى الجنوب أو جنوبا إلى الشمال؟ نعم، بالدرجة الأولى بالإمكان الحديث على أن حركة النزوح خفت قليلا من منطقة شمال قطاع غزة باتجاه منطقة الجنوب مرورا بشارع هارون الرشيد عبر النقطة الأمنية التي أقامها الجيش على هذا الشارع في أقصى منطقة غربية جنوبية لمدينة غزة. انخفضت كثيرا هذه الحركة بالنازحين، كنا نتحدث يوميا على نزوح ما يقارب من 100 نازح كنا نشاهدهم يوميا على جسر وادي غزة، ولكن هذه الحركة انخفضت تقريبا كليا بعد تخفيف الضربات داخل مدينة غزة وتوقف الحصار لمدارس الإيواء، وكان يتم إجبارهم بالنزوح باتجاه منطقة جنوب قطاع غزة. بالإمكان الحديث على أن الحركة الآن باتت ترتكز على عملية نزوح تدريجية من مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بشكل عكسي إلى داخل المنطقة الوسطى وسط قطاع غزة باتجاه منطقة دير البلح والمنطقة الغربية لمدينة خان يونس والمنطقة الغربية لمخيم النصرات. الإعلام الإسرائيلي تحدث قبل ما يقارب 3 أيام على أن الجيش الإسرائيلي قرر توسيع المنطقة الآمنة في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس انطلاقا منها وصولا إلى منطقة غرب مخيم النصرات، اعتبار هذه المنطقة منطقة مواصي ويمكن اللجوء إليها في حال نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على مدينة رفح. وبالتالي بات الآن عدد كبير من النازحين في هذه المدينة في داخل مدينة رفح، ما يقارب من 1 مليون نازح ينسحب تدريجيا من هذه المدينة بحثا عن ملاذ ومكان لهم في هذه المنطقة الغربية. بدأوا بنصب خيامهم ونقلها من منطقة رفح إلى منطقة دير البلح إلى منطقة خان يونس. الآن ساحل المنطقة الجنوبية الآن مكتظ بالكامل بهذه الخيام والنازحين، وباتوا ينصبوا خيامهم في كل مكان وكل شارع وكل زقاق نظرا لعدم الاكتظاظ ومحاولة لإيجاد مكان آمن لهم. إذا ما أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي عن شان عملية عسكرية بعد إلقاء إذا ما كان هناك إلقاء لمناشير تهدد السكان والنازحين بالمغادرة من مدينة رفح إلى منطقة الوسطى ومنطقة المواصي في مدينة خان يونس. بإمكان الحديث على أن حركة النزوح تدريجية منذ ما يقارب من شهر تقريبا بعد تكرار الجيش الإسرائيلي عن العملية العسكرية والحديث عنها بشكل متواصل منذ شهر تقريبا حتى هذه اللحظة. نعم زياد، ذكر أسامة بعض النقاط والشوارع وحتى الطرق الرئيسة والتي يجري الحديث كذلك عنها في هذه الصفقة. تابعنا بعض نقاط هذه الصفقة بحسب المسرب بأن المقترح المصري يتعلق بخروج الجيش أو يتضمن خروج الجيش الإسرائيلي من طريق صلاح الدين، ليس محور صلاح الدين ولكن طريق صلاح الدين لنحو 500 متر، كذلك من طريق الرشيد الذي هو الطريق الساحلي شرق غربا أعتقد بحسب الخريطة هي من المنطقة الغربية. هل هذا يعني عمليا زياد بأن الجيش الإسرائيلي سيخرج كذلك من هذا الطريق الذي أنشئ وهو نتساريم
أم سيخرج جزئيا على الأقل منه؟ هذا مطروح أيضا، الخروج من هذا المحور، هذا صحيح. هذا المحور الذي شقته إسرائيل من مستوطنة بئري في إسرائيل وصولا إلى البحر عمليا، يقطع القطاع إلى جزئين. هذا مطلوب أيضا في هذه الصفقة أو في المرحلة الأخيرة على ما يبدو منها، أن تخرج إسرائيل من تلك المنطقة. الواضح ولهذا عمليا هناك الكثير من الجدل والغضب. زياد اعذرني في هذه النقطة تحديدا، ألا ينظر إليه إسرائيليا بأنه إنجاز ما عسكري داخل غزة؟ هذا الطريق تحديدا. إسرائيل عمليا هذا الطريق بالنسبة إليها وضع أساسا كي تتحكم بمن نزح من الشمال إلى الجنوب ألا يعود شمالا، هذا هو الهدف الأساسي منه، وبالتالي هذا الأمر يتحقق. ولكن عندما تقول إسرائيل بأنها ستكون مستعدة لعودة النازحين شمالا بدون شروط، بمعنى بدون أن يفتشوا كما كانت تطالب في البداية، هذا قد يؤدي ربما إلى تراجع في أهمية هذا المحور. أيا كان، الخروج الإسرائيلي سيكون حتى إلى المنطقة الحدودية، هو قريب جدا من حيث التوغل البري، لكن الواضح الآن وسط هذا الجدل الكبير في الحكومة الإسرائيلية، على فكرة الحكومة الأمنية المصغرة ستجتمع الثلاثاء المقبل، أيضا الوزير بلينكين سيأتي سيجتمع مع مجلس الحرب الإسرائيلي للبحث في موضوع رفح تحديدا وما إلى ذلك، وبالتالي الجدل الآن الداخل يدلل على أن إسرائيل على ما يبدو هذه المرة خلافا للمرات السابقة في صفقة التبادل الأولى تريد أن تذهب إلى شوط أبعد بكثير مما كانت تفعل فيما يتعلق بالصفقة، ربما نزولا عند رغبة معظم الشارع الإسرائيلي ومعظم قيادة الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يؤيد تماما صفقة شاملة تخرج جميع الأسرى حتى بثمن إفراغ السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، هذا موقف الجيش الإسرائيلي الذي والأجهزة الأمنية الذي نقل للحكومة. صداع نتنياهو يأتي فقط من وزراء مثل بن غفير وسموتريج من أقصى اليمين. وأذكر مثل ما ذكرت زياد، الحكومة الإسرائيلية المصغرة تعقد اجتماع الثلاثاء لبحث ملفي رفح وتبادل الأسرى. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، وكان معنا من رفح جنوب القطاع أسامة كحلوت مراسل حدث، شكرا. قال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس إن رد إسرائيل على المقترح المصري الجديد بشأن الصفقة المحتملة مع حركة حماس ينطوي على استعداد لبحث استعادة تهدئة دائمة في غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الخطة المطروحة بعد الإفراج عن المحتجزين على أسس إنسانية. وبحسب أكسيوس فإن هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرف السابع من أكتوبر التي تبدي فيها إسرائيل استعدادها لمناقشة نهاية للحرف في غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل المحتجزين. ووفق مسؤولين إسرائيليين فإن المقترح المطروح للتفاوض ساغه وفد المخابرات المصرية وفريق التفاوض الإسرائيلي مع مراعاة المواقف التي عبرت عنها حركة حماس حتى الآن، وما تعتقد مصر وإسرائيل أن الحركة قد تقبل به. ولفهم ما يدور التفاوض بشأنه بين حماس وإسرائيل، عبر مصر التي تقود الوساطة حاليا بمقترحها الجديد، تقترح القاهرة أو تضمن وفق وسائل إعلام مصرية شبه حكومية غياب الجيش الإسرائيلي عن شارع الرشيد الذي يمثل شريان تنقل رئيسي في القطاع عند عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله. ينص المقترح كذلك على ضمان إبقاء القوات الإسرائيلية على بعد 500 متر من طريق صلاح الدين، وضمان عدم تعرض المدنيين لإطلاق نار أو اعتقال أو احتجاز أثناء العودة، وهو الشرط الذي طرحت حماس ورفضت
التخلي عنه سابقا. عرضت مصر كذلك تخلي حماس عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار لكن في المرحلة الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى إطلاق سراح ما يقارب من 30 أسيرا إسرائيليا، بحيث يكون هناك يوم تهدئة مقابل كل أسير إسرائيلي يتم إطلاق سراحه. يتضمن هذا المقترح أيضا المقترح المصري بالتأكيد تفاصيل متعلقة بالمرحلة الثانية، حيث لم تعالج المسارات السابقة لهذه التفاصيل. وفي هذا الإطار إذن نفت مصادر من حركة حماس للحدث، نفت صحة الأنباء التي تحدثت عن خروج قيادات من غزة للمشاركة في مفاوضات اتفاق محتمل مع إسرائيل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع ضمن المرحلة الثانية من المبادرة المصرية. وأضاف المصدر أن وفدا قياديا في حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى مصر غدا ويلتقي مع مدير ومسؤولين في المخابرات المصرية العامة لمناقشة وتسليم رد الحركة على المقترح المصري. من جهة أخرى قال هذا المسؤول في حركة حماس لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحركة منفتحة على مناقشة الاقتراح الجديد بإيجابية وتحرص على التوصل إلى اتفاق يضمن وقفا دائما لإطلاق النار ويضمن كذلك عودة حرة للنازحين وصفقة مقبولة لتبادل الأسرى ولضمان إنهاء حصار غزة ولإعادة الإعمار. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف القتال في غزة وبإمداد السكان بالمواد الإنسانية التي يحتاجون إليها في القطاع، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بتهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم حتى لا تتكرر مأساة ونكبة 48 و67. هذا وقال لابد من حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة من خلال مؤتمر دولي. نطالب وبالفور وقف القتال على غزة لأنه مؤذن جدا ونعرف نتيجته وإلى أين يصل. المرحلة القضية الأولى هي وقف القتال، والقضية الثانية هي إمداد السكان بالمواد الإنسانية التي يحتاجون إليها في كل قطاع غزة. والنقطة الثالثة هي أننا لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة خارج إطار وطنهم، ويجب أن يبقوا في وطنهم، ويجب أن لا تتكرر مأساة ونكبة عام 1948-1967. هذه الطلبات طلبناها وقلنا لابد في النهاية من حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة من خلال مؤتمر دولي. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من القدس المحلل السياسي إلي نيسان، ومن رام الله الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب، ومن القاهرة العاصمة المصرية الكاتب والباحث السياسي سامح راشد. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من القاهرة السيد سامح. غدا حينما يصل وفد حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة العاصمة المصرية حيث أنت متواجد، هل تعتقد بأنه سيقدم ردا نهائيا على المقترح المصري أم سيناقش المقترح مرة أخرى وخاصة الرد الإسرائيلي؟ نعم، أهلا بك والسادة المشاهدين. أهلا. أعتقد أن موقفي حركة حماس وأيضا إسرائيل لن يكون موقفا نهائيا في اللحظة الراهنة، وسيظل الطرفان يسعيان إلى رفع سقف المكاسب أو التنازلات التي يريد كل منها الحصول عليها من الطرف الآخر، ولو في بعض التفاصيل، خاصة أن المقترح وليس المقترح المصري على وجه التحديد، ولكن أي خطة لإنهاء هذه الحرب والتوصل إلى هدنة أو تسوية حتى شبه دائمة ستتضمن تفاصيل كثيرة ونقاط تفصيلية وفرعية يسهل كثيرا التلاعب بها وتحويلها إلى صالح أحد الطرفين، وبالتالي متوقع أن يكون الرد لا يكون نهائيا، وإنما تطلب حركة حماس بعض الضمانات، تترك بعض النقاط مفتوحة
رد الطرف الآخر، وكما هو معروف في أي أسلوب تفاوضي رفع سقف التفاوض أولا ثم التنازل عنه لاحقا بالتدريج وحسب مدى مرونة واستجابة الطرف الآخر. سيد أنور، إذن سيد سامح يعتقد بأن حماس حينما ترسل وفدها هذا برئاسة خليل حية إلى القاهرة لن تقدم ردا نهائيا، لم نصل بعد إلى مرحلة الردود النهائية لا من حماس ولا من إسرائيل، ولكن ستناقش مرة أخرى، ستقدم ملاحظة جديدة. إلى أي حد ترى مرونة من حماس هذه المرة بفعل كل الضغط والحديث عن عملية رفح وربما ضغوط حتى من الوسطاء؟ هذه ضيوفك الكرام وهذه مشاهدي ومتابعي قناتكم، أولا أسمح لي أن أشير أن المبادرة المصرية جاءت هي في إطار محاولات الخروج من أزمة الجمود التي تعاني منها مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وبالتالي جاءت في محاولة لجسر الهوة بين مطالب الطرفين، والتي كانت في النهاية يعني في آخر المفاوضات قبل استئنافها أو قبل استئناف هذه الجهود المكثفة والمركزة من قبل القاهرة، والتي تزامنت أيضا مع زيارة الوزير بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، والآن هو موجود في الرياض ويوم الثلاثاء سيكون في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا كله يأتي في إطار الحملة السياسية والدبلوماسية لإنجاح هذه المبادرة، كون هذه المبادرة بتقديري أنا استجابت للكثير من أو حاولت يعني حل الكثير من المشاكل وتجاوز المعيقات والعقبات التي حالت دون الوصول إلى اتفاق في المرات السابقة، وكانت عبرت فيها القاهرة من خلال المبادرة عن حلول وسط قد ترضي أو يعني ترضي إلى حد ما حركة حماس وأن ترضي الجانب الإسرائيلي من جهة أخرى. الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو وقف هذه الحرب، وأعتقد أن القاهرة في أو ضمن أولوياتها هي وقف هذه الحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني أولا، وإنهاء هذه الأزمة من خلال أن تكون هذه المبادرة المصرية مدخلا لوقف إطلاق نار نهائي يؤسس أيضا إلى مسار سياسي. إلى أي حد ترى مؤشرات على أنها ستكون نقطة لاتفاق نهائي أو وقف تام للنار؟ وما فرص أن تصمد حتى إن جرى الاتفاق على المرحلة الأولى؟ هل يمكن أن تتوقع صمودها للمراحل المقبلة؟ يعني أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك عدد من الأطراف لا مصلحة لها في إتمام هذه الصفقة. أولا هو هذه الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، وبنيامين نتنياهو نفسه وائتلافه اليميني المتطرف أعتقد سيحاول وكالعادة هو يناور ويمارس الخداع والتضليل، وكل مرة يحاول أن يقدم أشياء جديدة بهدف إطالة أمد المفاوضات والوصول إلى شيء، هذا وارد. المسألة الأخرى أيضا هناك أطراف إقليمية ليس لها مصلحة في وقف هذه الحرب، وأنا هنا أتحدث بصراحة عن دور إيراني قد يكون له بصمات في هذا الأمر من أجل إفشال هذه الصفقة عبر تصعيد في الشمال، عبر ضغط على حركة حماس، ولكن دعيني أقول أن حماس الآن بتقديرها ستكون أكثر مرونة وأكثر استجابة، لأنه هذه المبادرة هي مبادرة مصرية وليست مبادرة بمعنى أنها تراعي أيضا المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا ولها غطاء عربي من السداسية العربية، وأعتقد أن هذا الأمر تم نقاشه في الاجتماع الذي حدث للسداسية العربية في الرياض، وكذلك في اللقاء الذي جمع اللجنة التي انبثقت عن اللجنة الوزارية التي انبثقت عن اجتماع عن القمة العربية الإسلامية. إذا هناك مظلة عربية ودولية، وأيضا هناك مطالبة فلسطينية، وتحدث اليوم الرئيس أبو مازن بشكل واضح
عن أهمية وقف وأولوية وقف إطلاق النار. سنعود سيد أنور لتصريحات الرئيس الفلسطيني خاصة المتعلقة برفح واعتقاده بأن العملية ستكون في غضون أيام، ولكن نشرك في هذا الحوار كذلك سيد إيلي لوجهة النظر الإسرائيلية. ضيفنا المحلل السياسي من سيد إيلي نيسان، أهلا وسهلا بكم وبالضيوف. أهلا بك. باعتبار أن المقترح المصري هذا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وليس بحسب مصادرنا ولا بحسب قناتنا، المقترح المصري جرت إعادة صياغته مع الإسرائيليين ولكن بشكل يراعي مطالب ومخاوف حماس. هل هذا يعني، إن صحت هذه المعلومات لوسائل إعلام إسرائيلية، هل هذا يعني بأن المقترح المصري الأخير الآن بات مقبولا ضمنيا من قبل إسرائيل؟ صحيح. الوفد المصري الذي زار يوم الجمعة إسرائيل وناقش هذا الموضوع، وكانت هناك تفاهمات بين إسرائيل، الوفد الإسرائيلي، وبين مصر، التفاهمات التي لم تكن مقبولة على إسرائيل، ولكن بسبب الظروف الداخلية في إسرائيل وممارسة الضغوط من قبل أبناء العائلات المخطوفين والرهائن، طبعا أعتقد أن نتنياهو والمجلس الحربي غير من مواقفهم. أقول بهذا الموضوع أن هناك مجلس حربي الذي يمارس الضغوط على التوصل إلى صفقة تبادل، ولكن في المجلس الموسع هناك معارضة لقبول هذه الصفقة بشكل خاص من قبل بن غفير وسموتريتش. كما قلت أن نتنياهو موجود اليوم بين المطرقة وبالسندان بهذا الموضوع، ولكن أنا أريد أن أقول أن إسرائيل أوضحت للوفد المصري أن هذا هو آخر اقتراح تقدمه إسرائيل، ومستقبلا لن تكون تنازلات أخرى من قبل إسرائيل لحركة حماس. وبهذا الموضوع شاهدنا كما نرى الآن على الشاشة الشريط التي بتته حركة حماس، وقبل أسبوع أيضا الشريط التي بتته حركة حماس بشخص آخر. هذا الأمر يدل على أن حركة حماس هي تحت ضغط، بمعنى أن كما أعلم اليوم أن رئيس أركان جيش الدفاع وافق على الخطط لاجتياح القوات الإسرائيلية، وأيضا كان قبل عدة ساعات هناك مصدر سياسي قال أن إسرائيل لن تتنازل عن أهدافها التي وضعتها نصب أعينها في بداية كل مرحلة تتحدث عن بالطريقة ذاتها لن تتنازل عن الأهداف، ولكن ماذا إن شنت عملية في رفح بالفعل ولم تحقق شيئا، لم تصل إلى الأسرى مثل ما حدث في خان يونس وقبل ذلك في منطقة الشمال والوسط، ألن تضع إسرائيل كذلك حلولا بديلة أو مسارات بديلة؟ أليست إسرائيل بالدرجة الأولى كذلك تحت ضغط أكثر من حماس؟ ربما إسرائيل لا توجد تحت ضغط تحت مثل حركة حماس، وإنما عائلات المخطوفين الذين يتظاهرون يوميا في شوارع تل أبيب وفي شوارع أورشليم القدس هم الذين يمارسون الضغوط على المجلس الحربي وعلى المجلس الموسع. ولكن إسرائيل أوضحت أنها لا تتراجع، وهذه ولن تسمح ليحيى سنوار أن يلعب على قضية الوقت ويحاول كسب المزيد من الوقت، ويحاول أن يستغل المخطوفين كدروع بشرية لحركة حماس. الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية الحرب، وهي الأهداف القضاء على القوى العسكرية لحركة حماس، هذه الأهداف لا تزال في نظر إسرائيل موجودة. صحيح أن هناك في الكابينيت الحرب في هناك خلافات ووجهات النظر، هل الحرب أو اجتياح القوات ستكون في المقام الأول أو قضية التوصل إلى صفقة المخطوفين؟ من يفضل قضية صفقة المخطوفين وثم مواصلة الحرب على حركة حماس هو الوزير غانتس، ولكن هناك كما قلت خلافات ووجهات النظر. على كل حال سمعنا اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي غانت الذي أكد بأن إسرائيل على أتم الجهوزية لاجتياح رفح
في حال فشلت المساعي التي نعم دائما تهديدات بهذه العملية عملية رفح، ولكن دعني هنا أنتقل في نقاط كثيرة وأحاول أن تكون الإجابات مختصرة ليكفي الوقت لنقاش طويل ومعقد بالتأكيد متعلق بهذه الصفقة وهذا المقترح المصري. هنا أنتقل للسيد سامح في بعض النقاط المتعلقة بالمقترح المصري. يتحدث المصريون في هذا المقترح بحسب ما هو مسرب بالتأكيد عن ضمانات أو التزامات بعدم التصعيد العسكري، بعدم إطلاق النار في حال الوصول إلى هذه الصفقة، القيام باعتقالات. هل تتحدث مصر بوضوح عن ضامنين لهذه الصفقة، ضامنين دوليين، الولايات المتحدة ربما وقطر، أم حتى عن ضامنين على الأرض، جهات ما تراقب؟ نعم هذا سؤال مهم، ولكن اسمح لي في ثواني معدودة أشير فقط إلى أن ما طرحه ضيفك من القدس أمر بعيد تماما عن الواقع، لأن بالفعل وأنت أحسنت عندما علقت وقلت إن أهداف إسرائيل تكررها قولا وخطابا فقط كل مرحلة. الآن إسرائيل سقطت منها كل أهدافها، لم تعد هناك أهداف بإمكانها تحقيقها. كانت الأهداف تصفية حركة حماس، القضاء على قواتها العسكرية، استعادة المخطوفين، وتأمين إسرائيل من أي تهديدات مستقبلية من غزة. كيف يحدث ذلك الآن وهم تقريبا الطرفان يتفاوضان بشكل شبه مباشر أو حتى غير مباشر؟ إذن أهداف الحرب لم تنجح وهزمت إسرائيل في هذه الحرب، هذا أولا. فيما يتعلق بالمقترح المصري وسؤالك، أود أن أذكر السادة المشاهدين أن المقترح المصري ليس جديدا، فقبل 4 أشهر تقريبا طرحت مصر مبادرة أيضا من 3 مراحل تتشابه مع المبادرة الحالية في خطوطها العريضة، تختلف فقط في بعض التفاصيل كما أشرت في المداخلة الأولى أن هناك تفاصيل يجب تغطيتها. حاولت مصر بالفعل سد بعض الثغرات التي طرحها الطرفان، والآن تعيد طرح المقترح بشكل أكثر تنظيما، وهذا يعني أن هذه النقاط التفصيلية ستخضع هي الأخرى للتفاوض. ما الثغرات التي جرى سدها؟ هل نتحدث الآن بالفعل أو هل نتحدث عن فكرة الضامنين الدوليين؟ لأن هناك نقاط كثيرة في المرحلة الأولى من يضمن؟ تبدأ من فكرة عودة النازحين. نعم مثلا أعطيك أمثلة، عودة النازحين إلى شمال غزة، كيف سيعود هؤلاء؟ ما هي الشرائح العمرية والفئوية التي ستعود أولا؟ من سيسمح لإسرائيل بتفتيشهم، ومن ستمتنع أو تقبل إسرائيل ألا تقوم بتفتيشهم أثناء العودة؟ وبالفعل العالي لا أذيع سرا أن مراسلكم زياد حلبي عندما قال أن إسرائيل بصدد نزع قواتها أو إبعاد قواتها من المحور الذي يقسم غزة عرضيا، هذا بدأ بالفعل قبل ساعات، بدأ تخفيف هذه القوات، وهذه إشارة واضحة إلى قبول إسرائيل عودة النازحين إلى الشمال بشكل ربما يكون غير مشروط. هذه نقطة. النقطة الأخرى، مصير قادة حركة حماس، هذه أيضا كانت نقطة مسكوت عنها في الماضي وبدأ الحديث عنها الآن، ولعل هذا أحد النقاط المفصلية، ليس في المرحلة الأولى في المبادرة المصرية ولا المرحلة الثانية، وإنما في المرحلة الثالثة التي تصب في مستقبل غزة. هل سربت أي نقاط تتعلق بمصيرهم، مصير العناصر أو القادة؟ بشكل قاطع لا، ولكن هناك طروحات وهناك تصورات متقاطعة مع بعضها وتتبادل الأطراف التفاوض حولها. وأشير هنا إلى استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفدا لحركة حماس قبل 2 أو 3 أسابيع، أشير أيضا إلى دخول موسكو على خط الأزمة، استضافة الصين لما يبدو ظاهريا أنه اجتماع للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية. هناك حراك عام لا يصب مباشرة أو بشكل عاجل في إنهاء الحرب اليوم أو غدا أو بعد غد، ولكنه يصب في المستقبل وكيف سيدار القطاع في المستقبل. أضيف فقط وأخيرا أن بالفعل هناك ضغوط، ليس ضغوط بمعنى أن أطرافا تضغط، ولكن الأمر الواقع يضغط على الجانبين، على إسرائيل وبشكل أكبر، وأيضا على حركة حماس بعد الإرهاق الشديد الذي تعرضت له قواتها العسكرية، أيضا الوضع المأساوي الإنساني في القطاع. هناك ضغوط عملية واقعية
تفرض على مختلف الأطراف، وهناك حماس شديد، هناك حرص من الأطراف الإقليمية، ربما بالفعل وأتفق مع ضيفك من رام الله، ربما باستثناء إيران، هناك شبه إجماع على ضرورة وقف هذه الحرب أولا، وفتح المجال أمام التفاوض، لأنه في كل الأحوال ربما هناك خط رجعة، ربما تتجدد الحرب مرة أخرى لاحقة، ولكن إن تم تفريغ مدينة رفح الآن واجتاحت إسرائيل رفح، فإن الجميع سيواجه لحظة تاريخية غير مسبوقة، وربما تنفجر المنطقة، خاصة مع ما نشهده من تطورات داخلية ضاغطة في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأوروبية وغيرها. ولكن على الأقل ما يسرب الآن التفاهم قريبا، ولكن ستظل هناك نقاط محل جدل ومحل اختلاف بين الطرفين. ولكن ما يسرب الآن أو ما تسرب هي النقاط المتعلقة بالدرجة الأولى بالمرحلة الأولى، ليس لا يدور الحديث كثيرا عن المراحل الثانية أو الثالثة أو ما بعد ذلك. وهنا أنتقل السيد أنور. سيد أنور، إذن أشار السيد سامح إلى النقطة الأساسية، هي مسألة قادة حماس وعناصر حماس ومصير هؤلاء، وإن كانت هذه النقاط بالفعل أو هذه النقطة الأساسية ستناقش لاحقا. ما يدور فلسطينيا الآن، وأتحدث معك حول هذه النقطة، إلى أين يميل؟ إلى إدماج حماس في السلطة الفلسطينية، إلى نقاش جدي حول مستقبل حماس ووجود حماس في القطاع؟ بصراحة شديدة، أعتقد أن هذه المسألة ستكون أحد الروافع في قبول حماس للمبادرة المصرية. حماس وضمن فقه الأولويات لهذه الحركة هي أن تعتبر أن مسألة الحفاظ على الحركة وبقائها وديمومتها هي في سلم الأولويات، وبالتالي هذه مسألة ستكون أحد الدوافع وراء ربما استجابة حركة حماس للمبادرة المصرية والموافقة عليها. لأنه عمليا حتى الآن نستطيع أن نقول لدى حركة حماس في قطاع غزة القدرة على أن تعيد إنتاج نفسها من جديد، وبالتالي أن تفرض نفسها في المشهد السياسي، لا سيما وأن كما أشار ضيفك من القاهرة أنه حتى الآن دولة الاحتلال وجيش الاحتلال لم يستطع تحقيق أي من أهدافه المعلنة، ولكن استطاع تحقيق أهداف غير معلنة، منها ارتكاب المجازر والحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة عن بكرة أبيه. إذن هناك فرصة حقيقية أمام حركة حماس لإعادة إنتاج نفسها، لتفرض حضورا في المشهد السياسي في اليوم التالي للحرب، ولكن ضمن شروط ومواصفات مختلفة، أي حماس بثوب جديد. ربما هذا أحد القضايا التي يمكن أن تكون مدخلا للنقاشات الفلسطينية الداخلية، وأهمية أن تعيد حماس يعني دراسة مواقفها واستراتيجيتها وبنيتها الفكرية والتنظيمية بهدف توطين نفسها، بمعنى أن تبتعد عن المشاريع العابرة. ولكن ربما لن يكون نقاشا فلسطينيا فقط حتى لإسرائيل، هل ستوافق إسرائيل بالفعل أن تناقش هذه المسألة؟ ولكن أعذرني فقط أشير هذا الخبر العاجل، انتهاء المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل. كانت هذه مكالمة منتظرة جديدة بالتأكيد حول التطورات في غزة وحول العملية المحتملة في رفح. الأمريكيون والإسرائيليون كانوا يناقشون في الأيام الماضية بدائل رفح أو الحصول على ضمانات من أجل أن لا تقع هذه العملية أعداد كبيرة وأن لا تلتزم بحماية المدنيين. شكرا جزيلا، كنتم معنا، وانتهى هذا الوقت المخصص للأسف. عندي جواب باختصار، مع أن الوقت المخصص للمقابلة انتهى، ولكن باختصار شديد سيد إلي. يتكلمون، أنا أريد أن أعقب عن كل النقاش، ولكن باختصار لك الحق أن تتحدث، ولكن باختصار. لا، هم تحدثوا مرتين، أنا مرة واحدة، هذا غير النقاش، غير ممكن. ليس مرة واحدة، ولكن لك الحق أن تتحدث كذلك. ليس لي مرة واحدة، ليس لي مرة واحدة، ولكن لن نضيع الوقت في هذه الحسابات سيد إلي. لك نصف دقيقة للرد بالتأكيد. أعطيني فرصة أكمل. لك نصف دقيقة للرد. طيب، إذا مع كل الاحترام للضيفين من رام الله ومن القاهرة، أنا أقول ربما عندكم غير دارين على ما حدث في قطاع غزة. أولا، القضاء على 20 فرقة من خلال 24 فرقة،
تدمير معظم الأنفاق في قطاع غزة التي بناها يحيى سنوار على مدى 20 عاما. نعم. ثم تصفية كل القيادات، معظم القيادات في حركة حماس، ومن تبقى هو هرب من المركز إلى 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 رفح. نعم. إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار. إسرائيل لن توافق على أن تكون حركة حماس جزء لا يتجزأ من أي حكومة مستقبلية في 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 السلطة الفلسطينية. نعم، وضحت الفكرة. فيما يتعلق بوقف الحرب، يقول مسؤولون إسرائيليون أو يسربون بأن لأول مرة إسرائيل تناقش نهاية الحرب. فيما يتعلق بمستقبل حماس، هذا بالتأكيد نقاش معقد وكبير. تعمل نفس النمط. شكراً. التي كانت قبل 7 من أكتوبر. شكرا، وضحت الفكرة من القدس. أي. ليس لدينا وقت للأسف. من القدس كنت معنا المحلل السياسي إلي نيسان، ومن رام الله الكاتب المحلل السياسي أنور رجب، ومن القاهرة العاصمة المصرية الكاتب والباحث السياسي سامح راشد. شكرا جزيلا لكم جميعا. وبرنامج الأخبار ليلة مستمر في بعد الفاصل. باريس تسلم إسرائيل غدا التعديلات اللبنانية على ورقة التهدئة الفرنسية. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. أهلا بكم من جديد. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده تقدر لفرنسا وقوفها الدائم إلى جانبها ودعمها لها على كافة الأصعدة، وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في بيروت. هذا وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن الجانبين بحثا المساعي التي تقوم بها فرنسا لإعادة الهدوء إلى جنوب البلاد. ونقلت رئاسة الوزراء عن ميقاتي قوله لستيفان سيجورني إن المبادرة الفرنسية تشكل إطارا عمليا لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 والذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملا، مع المطالبة بالتزام إسرائيل بتنفيذه. وفي المقابل أكد الوزير الفرنسي أن عودة الاستقرار في لبنان يمر عبر إعادة نشر قوات الجيش اللبناني جنوب البلاد، وأضاف أن فرنسا ستحمل الرد اللبناني على مقترحها وتبحثه مع إسرائيل. نواصل مع أصدقائنا التأكيد أن العودة إلى الاستقرار يمر عبر إعادة نشر الجيش اللبناني جنوب لبنان. تلقينا اقتراحات الجانب اللبناني وسنبحثها مع إسرائيل. الملاحظات اللبنانية حول مقترحنا للتهدئة أخذت بعين الاعتبار. ومن مدينة طرابلس شمال لبنان ينضم إلينا الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني. دكتور مصطفى، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن قدمت مقترحات فرنسية أو قدم مقترح فرنسي
وأخذ أو حصل الفرنسيون على رد لبناني سيقدم لاحقا لإسرائيل. ما الذي نعرفه حول هذا المقترح وحول طبيعة الرد اللبناني؟ الواقع بأن لبنان أعلن موقفه من البداية بالالتزام الكامل بالقرار 1701 شرط أن تلتزم إسرائيل، لكن الآن ما يحدث عبر الحدود لا علاقة له بالقرار 1701 ولا بالتزام إسرائيل ولا بالطرف اللبناني. القضية هي أن حزب الله ربط الحرب القائمة الآن المحدودة المناوشات يمكن الكلام بأي شكل عنها، ولكن هناك الكثير من الخسائر، الكثير من الدمار الذي تحدثه إسرائيل في منطقة الجنوب. المهم هو أن حزب الله ربط القضية بقضية غزة، فإذا القضية هي لا علاقة لها بالقرار 1701 بالنسبة لحزب الله على الأقل. والسلطة اللبنانية، يعني اليوم كان هناك إحراج واضح لوزير الخارجية عندما قال بأن حزب الله هو من يقوم بذلك، يعني أن الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية لا علاقة لها بما يحدث. لذلك لا أرى بأن هناك حقيقة أمور جديدة ستحدث بهذا الخصوص. قبل أن نتحدث عن الردود اللبنانية رسميا وحزب الله، ولكن ما قدم من الفرنسيين كان الورقة السابقة التي تابعناها وقرأناها وناقشناها كثيرا أن ثمت تعديلات بالفعل دخلت على آخر مقترح فرنسي. نعم، المقترح السابق كان يتبنى الكلام الإسرائيلي بالانسحاب 10 كيلومتر، فالقرار 1701 لا ينص فقط على ذلك، هناك جملة من الأمور ومن ضمنها انسحاب إلى ما وراء الليطانية، الجيش اللبناني يسيطر على كل المنطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى ضبط الحدود اللبنانية بأكملها البحرية والبرية. لكن الآن المقترحات هي تصغر لوقف ما يحدث، والآن ما التعديل الذي حكي عنه هو بدل أن يكون هناك 10 كيلومتر هو الانسحاب إلى مسافة مقبولة ربما بضعة كيلومترات عن الحدود. لكن لا أرى يعني أن هناك مجال للالتزام بهذا الموضوع طالما القضية بالنسبة لحزب الله مربوطة بغزة، وطالما إسرائيل تقول وتتحجج بأنها تريد أن تعيد ولكن هناك نقاش إسرائيلي في هذه النقطة دكتور مصطفى. حزب الله بالفعل يحاول الربط بين ما يحدث في الجنوب وبين جبهة غزة، ولكن في المقابل إسرائيل غير مستعدة لذلك إلا إذا، وهذا بحسب جريدة الشرق الأوسط، إلا إذا جرى التوصل لترتيبات أمنية تمنع عودة الجنوب للوضع الحالي الآن. إذن إسرائيل تضع هذا الشرط لتناقش ربط المسألتين. هل يمكن أن يصل لبنان إلى ترتيبات أمنية ما مع إسرائيل؟ لبنان يمكن أن يصل إذا كنا حصرنا القضية بالدولة، ولكن بكل موضوعية القضية لا علاقة لها بالدولة. حتى سنة 2006 كان هناك نوع من الالتزام والقول بأن الحدود الآن هادئة ولبنان ينتظر صيفا واعدا، وما رغم ذلك أتت الأوامر لحزب الله وقام بما يقوم به. ولن يعدل يعني حزب الله موقفه حتى الآن، يعني قال حسن نصر الله أو على الأقل هناك تصريح واضح بهذا الخصوص بأن القضية هي أننا نحمي غزة من التغول الإسرائيلي ولن نتخلى عن غزة. يعني عمليا لا قرار بالالتزام بأي شيء من هذا الموضوع إلا إذا توقفت الحرب على غزة. إذا كان هناك بعض التفاؤل بخصوص تبادل الأسرى وهدنة معينة، لكن هذه الهدنة ستكون مؤقتة بطبيعة الحال، يعني أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في السابق. نعم، ولكن داخليا ما نعرفه الدكتور مصطفى بأن القرارات أو الاتفاقات رئاسة الحكومة رئاسة النواب وبالتأكيد دائما تأييد ودعم وموافقة حزب الله، ولكن هل في هذه الحالة يمكن أن يذهب حزب الله إلى القرار بصرف النظر عن الغطاء السياسي أو حتى موافقة رئاستي الحكومة والنواب خاصة نبيه بري؟ أولا علينا أن نخرج قضية حزب الله من أي سلطة موجودة داخل الأراضي اللبنانية
لأن من ينظر إلى حزب الله بأنه يتطلع إلى ذلك عليه أن ينظر لحزب الله إلى شيء واحد، هو فيلق عسكري مرتبط بالكامل بقرارات الحرس الثوري، وهذا سبب وجوده، وهو حقيقة يفاخر بذلك. لذلك لا أظن بأن القضية لو ضغطت كل الدولة الآن المرهونة والرهينة لقرار الحزب لن يغير ذلك إلا قرار يصدر عن الولي الفقيه أو عن قيادة الحرس الثوري. نعم، شكرا جزيلا لك. كنت معنا الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني، شكرا جزيلا. أشيل هذه الأخبار العاجلة من الخارجية السعودية التي تعرب عن بالغ قلق المملكة تجاه تصاعد التوترات العسكرية بالفاشر في دارفور. التطورات السودانية ستكون حاضرة كذلك في الساعة الثانية من الأخبار ليلة، التطورات في الفاشر. إذن الخارجية السعودية تعرب عن بالغ القلق تجاه تصاعد التوترات العسكرية في الفاشر، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثة جدة. نلقاكم بعد قليل في الساعة الثانية من أخبار ليلة. السلام عليكم. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ الآن وفي
في كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من هدنة في غزة. اتفاق مرتقب الضوء الأخضر مبني على رد حماس في القاهرة غدا، وحلفاء نتنياهو يهددون مجددا. مصير الحكومة مرهون بعمليات في رفح، وإلى جبهة لبنان المشتعلة بانتظار موافقة إسرائيل على تعديلات لبنان، وكذلك معركة مرتقبة في دارفور والحركات المسلحة تختار صف الجيش. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. إسرائيل توافق على مقترح مصري يتضمن وقف النار بشكل كامل في غزة، حماس تسلم ردها غدا، والبديل عملية في رفح. الرئيس الفلسطيني يحذر من كارثة تاريخية حال شن عملية إسرائيلية في رفح، وحلفاء نتنياهو يهددونه تخلى عنها وستسقط الحكومة. وفرنسا ترهن استقرار الحدود الجنوبية بانتشار الجيش اللبناني، وقرروا التهدئة مرهون بقبول إسرائيل لملاحظات بيروت على مقترح باريس. ومع اقتراب معركة دارفور، حركات مسلحة تغادر أسوار الحياد وتنضم للجيش السوداني، والهدف استعادة السيطرة ومنع التقسيم. السلام عليكم. المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى والتوصل إلى هدنة أو لوقف لإطلاق النار في غزة لم تنجح للسوى لمرة واحدة في نوفمبر الماضي، وبوساطة قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. ومن بعدها توالت جولات التفاوض بمحاذاة العمليات العسكرية الإسرائيلية، مفاوضات فشلت كلها في إقناع إسرائيل أو حركة حماس بالتراجع عن مواقفهما. وفي تصريحات لافتة طلب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إسرائيل وحماس على إظهار المزيد من الالتزام والجدية في مفاوضات وقف إطلاق النار. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية أعرب الأنصاري عن خيبة أمله في حماس وفي إسرائيل، قائلا إن كل جانب يتخذ قراراته على أساس مصالحه السياسية وليس بمراعاة مصلحة المدنيين.
شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على أن الوضع في قطاع غزة كارثي بكل ما في الكلمة من معنى، مشيرا إلى أن توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع سيؤدي إلى عواقب وخيمة. الوضع في غزة كارثي بكل ما في الكلمة من معنى، أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة. الأزمة دخلت شهرها السابع ولازلنا نناقش موضوع ما يدخل من الشاحنات إلى غزة، وهذا غير مقبول. هذا وأكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على أن إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب، مشددا على ضرورة التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين. نحن في المنطقة لن نركز فقط على حل الأزمة الحالية، نريد أن نحل المشكلة الكبرى وهي مشكلة حل الدولتين. إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب، يجب التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين. قال الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان هيرسي حليبي أقر تنفيذ عملية ضخمة في رفح جنوب القطاع بعد اجتماع مع كبار قادة الجيش. هذا ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن بيان للجيش أن قادة القيادة الجنوبية ويارون فينكلمان وقائد الفرقة 99 باراك حرام أجريا تقييما ميدانيا وتمت الموافقة على خطط جديدة لمواصلة القتال. ومن جهته حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، حذر من اجتياح إسرائيل مدينة رفح مناشدا للولايات المتحدة بالتدخل لمنع ذلك باعتبارها الوحيدة القادرة على ذلك. ما يجري في غزة وما سيجري خلال الأيام القادمة هو ما ستقوم به إسرائيل من اجتياح مدينة رفح، وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني. نأمل أن تتوقف إسرائيل عن هذا العمل، عن هذا الهجوم، ونناشد أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح. وفي المقابل هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإسقاط الحكومة إذا وافق على المقترح المصري للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس والتراجع عن عملية اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع. إن قررت رفع الراية البيضاء وإلغاء احتلال رفح بشكل فوري لإتمام مهمة تدمير حماس وإعادة الأمن لسكان الجنوب ومواطني إسرائيل وإعادة كل إخوتنا وأخواتنا المخطوفين والمخطوفات، لن يكون لحكومة برئاستك حق في الوجود. ولمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من تل أبيب علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، ومن القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من القاهرة دكتور سمير. دكتور سمير، سمعنا اليوم أو قرأنا تصريحات لافتة للمتحدث باسم الخارجية القطرية، انتقد الجانبين، انتقد حماس وإسرائيل، ولكن من جانب حماس تحديدا، حينما تنتقد قطر حماس وتقول إنها تشعر بخيبة أمل من حماس ومن إسرائيل وبأن الجانبين يتخذان أو يعملان لمصالحهما السياسية، ما الذي يفهم من هذا التصريح؟ هذا التصريح هو خطاب الاستقالة، استقالة قطر من دورها. نعم. نتيجة الضغوطات التي مورست عليها مؤخرا، وليس أقلها التشهير بأحد البنوك القطرية الذي كان يمول الإرهاب في سوريا وفي غيرها، والضغوطات التي رفعتها 1200 أسرة من أسر الضحايا أو الرهائن في 7 أكتوبر، وكلوا 1200 محامي في الولايات المتحدة لرفع قضايا ضد قطر باعتبار أن قطر هي المعيلة. قطر تغسل أيديها من العلاقة وتنسحب حتى تضمن ألا تتزايد عليها الضغوطات، وفي هذه الحالة انتقدت حماس التي
قال المتحدث الرسمي أنه منذ 2006 طلبت الولايات المتحدة من قطر تمويل حماس، واتفقت قطر مع نتنياهو على هذه العملية التي استمرت منذ 2007 حتى يومنا هذا قبل عمليات 7 أكتوبر على إدخال أموال ضخمة وصلت في أحد حدودها يعني ل 30 مليون دولار كاش. لم يحدث في تاريخ البشرية كلها أن تم إرسال 30 مليون دولار كاش. كانت إسرائيل الشين بيت أو الشباك تحمل هذه الأموال إلى غزة، ويستلمها السفير محمد العمادي السفير غير المقيم لقطر، ثم يسلمها الحماس. بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال علنا أن نتنياهو هو الذي كان يعني يدعم حماس حتى يتم استمرار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. قطر لعبت هذا الدور، تمويل هذا الدور، وهو استمرار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية برعاية وتشجيع قاسي من السيد نتنياهو. هذا الدور انتهى، وتركت المفاوضات الآن الوساطة للدور المصري، وتنسحب يعني قطر سلمت راية الوساطة لشأن آخر لتركيا. ربما نتحدث عن هذا الأمر في سياق هذه المقابلة. نعم، مصر وتركيا، ولكن أذكر بأن ليس لدينا أي الآن أو لم نستضف أي. مصر لوحدها فيما يتعلق بالمفاوضات حول الوساطة. تركيا تستلم ملفا آخر حماس بحاجة شديدة له، وهي حجز دور لها في اليوم الثاني للحرب. نعم، سنناقش هذه المسألة مثل ما ذكرت، تركيا من جهة والملفات التي تتسلمها، ومصر الوسيط الدائم بين حماس وبين إسرائيل. ولكن أذكر فقط، لم نستضف أي ضيف قطري للرد على حديثك هذا وعلى اتهاماتك لقطر، ولكن أنتقل الآن إلى السيد علي واكد. حينما يتحدث الوسيط القطري ويقول بأنه يشعر بخيبة أمل من الجانبين من حماس ومن إسرائيل، وينتقد الجانبين ويقول يعملان لمصالحهما السياسية، ما الذي يتوقع الآن إسرائيليا، أو كيف ستنظر إسرائيل إلى هذا التصريح، خاصة بين من يتسلم الآن ملف الوساطة حقيقة للوصول إلى صفقة تبادل الأسرى هي مصر الآن؟ يعني أعتقد أنه من المبكر أن نرثي الدور القطري في هذا الملف. نعرف العلاقة الوطيدة جدا بين حماس وبين قطر، قيادات حماس لا زالت تأخذ من العاصمة القطرية مقرا لها، ويعني هذه التصريحات تندرج في باعتقادي يعني هجوم إعلامي دبلوماسي تقوده قطر. الناطق بلسان الخارجية القطرية التقى الإعلام الإسرائيلي، تم دعوة إعلاميين إسرائيليين لإجراء حوارات عن المفاوضات وعن دور قطر في هذه المفاوضات، وهذا يندرج في باعتقادي في محاولة من قبل قطر أن تظهر على أنها وسيط محايد وليس وسيط يتبنى الموقف الحمسوي كما اتهمت من قبل الكثيرين من اللاعبين وعلى رأسهم بعض الجهات الإسرائيلية. أنا أعتقد أن دور قطر حاضر، تأثير قطر على حماس لا زال حاضر، لكن بسبب البعد الجغرافي وبسبب العلاقة بين إسرائيل وبين مصر، دائما كانت مصر هي المفتاح لحل الأزمات بين حماس وبين إسرائيل، وهي تلعب الآن هذا الدور. يعني باعتقادي كان مهم هذا الدور القطري، مشاورات تجري في الدوحة بين حماس وبين القيادة القطرية، بين قيادات حماس، يعني بعيدا عن المخابرات المصرية التي بعض الجهات في حماس تعتقد أنها يعني بينما تتهم قطر أنها تتبنى الموقف الحمسوي، يعني هناك جهات في حماس تعتقد أن مصر يعني أذانها أكثر إصغاء للمطالب الإسرائيلية، وبالتالي بين هذا وبين ذاك نجد نفسنا في الوسط. منين جايب الكلام ده؟ بس قول لي دليلك على إيه؟ قول لنا دليل حضرتك على الكلام اللي انت بتقوله ده، قريته فين؟ يعني نحن نتحدث مع كلام حضرتك ده مبني على إيه؟ دكتور سمير، دعنا نستمع للمؤشرات، دعنا نستمع للمؤشرات التي يتحدث عنها سيد علي. قل لي قريته فين هذا الكلام يا أستاذ؟ الصحفيين ليسوا بحاجة ليقرأوا، هم يجب أن يخلقوا المصادر ويتحدثوا. أنت قريته الناس منين؟ أنت بتشتغل مع الإسرائيليين يعني؟ من مصادر إسرائيلية؟ من مصادر في غزة أستاذي العزيز، من مصادر في غزة، من مصادر في غزة. وأيضا إن أردت أن تسمع يعني وأزيدك من الشعر بيتا،
يعني الجانب الإسرائيلي يعتقد أن هناك تنسيق تام مع مصر، تنسيق تام بشان الموقف من المفاوضات وبشان ترتيبات. ما تقوليش مصادر مجهولة، قولي من هي المصادر. دكتور سامي، لا يسأل الصحفي الآن عن مصادره، ولكن يتحدث بناء على مصادر حول هذا التنسيق. ليتم فقط الدكتور. لا ما بيقولش رأي، ده بيقول بتوع حماس بيقولوا أن مصر أقرب إلى إسرائيل. من في حماس أنا أقول ذلك؟ وأين قرأ ذلك؟ لا أقرأ، لا أقرأ، أتحدث، أتحدث مع الناس أستاذي. أنا ليس هنا في موضع يعني تناقشني أنا كجهة، لست جهة، أنا أنقل كصحفي ما أسمعه من الناس، وأنا أتحدث يوميا مع أشخاص في غزة وفي مصر بالمناسبة وفي إسرائيل، وفي مصر بالمناسبة وفي إسرائيل، وأكثر من ذلك في إسرائيل هناك رضا تام من الضغط الضخم الذي تمارسه مصر على حماس لتلين موقفها، والجانب المصري بدءا من قيادات الحكومة الإسرائيلية يشكرون تعاون مصر في تسهيل الأمور والمفاوضات. هذه نقاط مهمة هذه لافتة جدا، ويجب أن يرد عليها الدكتور سمير في نقطة درجة التنسيق، مثل ما يقول السيد علي واكد، درجة التنسيق الإسرائيلي المصري الآن، مع أن المقترح الآن على ما يبدو الذي قدم هو بحسب الإعلام الإسرائيلي هو بالفعل كان بتنسيق مع الإسرائيليين، ولكن كذلك راعى كل المخاوف والمطالب، مطالب حماس، ويعتقد بأنها حماس توافق على هذا المقترح. دكتور سمير، يعني الحديث المجهل وبناء على أنا سمعت هذا كلام، يعني يصلح للمقاهي، للدردشة في المقاهي. لا لم نسمع أستاذ على نعم، ولكن دكتور سمير وسيد علي الأمر لا يحتاج لكل هذه الحساسية. ما تقوليش أنا سمعت من واحد. دكتور سمير وسيد علي لا يحتاج الأمر لكل هذه الحساسية. مصر ذهبت علنا، ما فيش حد يقول أنا سمعت، أو الوفد المصري ذهب علنا لمناقشة هذه المسألة. أنت سمعت تخليها لنفسك تحكيها مع أصحابك. دكتور سمير اعذرني، من فضلك اسمعني، أنا أطرح سؤالا الآن هنا. الدكتور سمير، نقاشك ليس بين السيد علي واكد فقط، ولكن نقاشك هو رد على أسئلة وأسئلة الجمهور بالتأكيد. ليس سرا بأن الوفد المصري ذهب إلى تل أبيب وجرى الأمر علنا بالتأكيد، ولكن للرد على هذا الأمر، على الحديث عن درجة التنسيق مع الجانبين، مع جانب حماس ومع الجانب الإسرائيلي بالتأكيد في هذا المقترح. العلاقة ما بين مصر وما بين فلسطين بشكل عام هي علاقة تاريخية لها عوامل عديدة جدا، ليس أقلها الجغرافيا السياسية الجيوستراتيجي الموجودة ما بين مصر وخاصة ما بين قطاع غزة. العلاقة معروفة وثابتة، ومصر كانت هي الطرف الوحيد الذي كان يحتكر الوساطة ما بين بشكل عام الفلسطينيين وما بين إسرائيل جرت، وحتى بين الفلسطينيين الفلسطينيين كل المفاوضات التي جرت من أجل الوحدة الوطنية جرت في القاهرة واحتضنتها 2009 2011 2014 و2017 وحتى آخرها كان في العالمين وحضرها الرئيس الفلسطيني. وبالتالي دور مصر كوسيط بين الفلسطينيين أنفسهم، بين الفلسطينيين وبين إسرائيل، والدور المصري اللي كانت تقوم به وهي محاولة لآخر شيء بقى بعد انسحاب قطر من الوساطة وتركها لتركيا في موضوع آخر كما أشرت إليه. مصر حاولت أن تقرب وجهات النظر وتطرح مبادرة جديدة لسببين أعلنهما المسؤولين المصريين صراحة، ليس يعني كلام شفوي واحد قال لي وواحد ما قال ليش. السبب الأولاني هو الحفاظ على القضية الفلسطينية التي تتعرض لخطر كبير، منه إفراغ قطاع غزة وهو هذا الهدف الأساسي لإسرائيل وليس فقط حماس، وإفراغ وبالتالي مصر تحاول الحفاظ على القضية الفلسطينية. الأمر الثاني الذي أيضا لا يخفى على أحد هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، لأنه مثل هذا الدخول لعملية رفح يمكن أن تؤثر على العلاقات المصرية الإسرائيلية، وإذا مست مصر وأعلنت هذا مرارا وتكرارا أن هذا خط أحمر وأن لن تسمح لإسرائيل بتجاوز محور فيلادلفيا أو المس بالسيادة المصرية، وبالتالي هي تقدم مبادرة نرجو أن تكون مقبولة من الطرفين، حفاظا على أرواح الفلسطينيين أولا وحفاظا على الأمن القومي المصري. وبالتالي نحن بانتظار غدا، أريد أن أقول فقط أنه انتهت قبل قليل المحادثة الهامة وشديدة الأهمية ما بين الرئيس بايدن وبين نتنياهو التي لها علاقة بالمفاوضات التي جرت في مصر وبالوساطة التي تقوم بها وبالحل الذي تم تسليمه ورفح حماس، وغدا يصل إلى القاهرة وفد من حماس يرد فيه على الرد الإسرائيلي على المبادرة المصرية. وبالتالي نحن بانتظار هذا الحضور المصري وبانتظار تفاعلات
مكالمة الرئيس بايدن مع نتنياهو والتفاعلات داخل إسرائيل أيضا التي تؤثر على هذا القرار والتفاعلات الدولية وخاصة في الولايات المتحدة. 71% من الجمهور الأمريكي لا يقبل إدارة بايدن لهذه الحرب، و53% من الحزب الديمقراطي أيضا غير راضين على إدارة بايدن، وبالتالي كل الأطراف تدخل في ضغط شديد عليها حتى تصل غدا وفي الشق الإسرائيلي دكتور سمير إلى قرار. نعم، في الشق الإسرائيلي دكتور السيد علي وكيل مرة أخرى، في الشق الإسرائيلي سموتريتش ينتقد هذا المقترح أو هذا المقترح المصري، وانتقد ربما حتى الوساطة وذكر بوساطات سابقة، قال إن مصر كانت تقوم بدور ما، وهو يراه سلبيا سموتريتش. إلى أي حد اليمين الآن وسموتريتش تحديدا بتهديداته بإسقاط الحكومة سيكون مؤثر على نتنياهو حتى إن عقدت صفقة أو حتى إن وافق، جرت الموافقة على المرحلة الأولى، ربما لن تستمر المراحل المتبقية؟ يعني هنا في إسرائيل لا أحد يتحدث عن المراحل المتبقية. أعتقد أن منذ البداية الفكرة كانت في إسرائيل أن يعني يتم تهدئة وامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي بخطوة معينة، لكن العنوان بالنسبة لإسرائيل وحتى الوزير جانس الغير محسوب على اليمين المتشدد قال أنه سيؤيد صفقة طالما أنها لن تشمل بند فيه تتعهد إسرائيل بوقف الحرب، وقف مؤقت لإطلاق النار. هذا نعم، هذا بالنسبة لجانس، ولكن بالنسبة لسموتريتش وبنغفير هم يخشون أن أي فترة تهدئة حتى وإن كانت لعدة أسابيع يمكن أن تفتح الباب على تهدئة أطول وتسوية، وبالتالي يعني تسحب البساط من تحت قدمي هذه الحكومة ويبدأ الحديث عن تحقيقات وعن إخفاقات سموتريتش وحتى نتنياهو بغنى عنهم. أنا أعتقد أن في نهاية المطاف الثقة لدى بنيامين نتنياهو لن يكون مصلحة المخطوفين ولا العلاقة مع الولايات المتحدة، الثقة سيكون لكيفية الحفاظ على حكومته الأصلية. وحينما أقول حكومتها الأصلية أنا أقصد بالأساس حكومة 64 المكونة من حزبه والمتدينين وسموتريتش وبنغفير المتطرفين قبل أن تتحول هذه الحكومة إلى حكومة طوارئ. بالنسبة لبنيامين نتنياهو هناك أغلبية من 64 عضو يميني، غالبيتهم من اليمين المتشدد، هي الضمان لبقائه السياسي. لذلك بنيامين نتنياهو سيناور بين رغبته في امتصاص غضب الشارع من ناحية، ومن ناحية ثانية عدم المساهمة في تفكيك هذه الحكومة. شكرا جزيلا لكم، من القاهرة كنت معنا الدكتور سمير غطاس، وكان معنا من تل أبيب علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا. وإلى السودان الآن، حيث قال تجمع فصائل سودانية من قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للجيش بدارفور إنه خرج عن الحياد للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم والتفتيت وفق قوله. وأضاف تجمع الحركات المسلحة في بيان نشرت حركة جيش تحرير السودان إنها وضعت خطة لاستعادة المدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وخارطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادة المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة. واتهم التجمع قوات الدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول الجوار للقتال ولتلقي الدعم من دول لتفكيك السودان. عشان يعني قبل 3 أيام من هذا الشهر ملتقى سمي بملتقى البركل لتحالف حماية دارفور. دم الملتقى ده أكثر من 10 تنظيمات مسلحة ومدنية، ودم كل القوى الموقعة لاتفاق سلام جوبا من حركات دارفور. الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو تحرير دارفور من قوات الدعم السريع والميليشيات المرتزقة التابعة لها. والملفت في هذا الملتقى أنه أشاد بموقف الزعيم موسى هلال الداعم لمؤسسات الدولة الشرعية وقوات الشعب المسلحة. طبعا هنالك 6 حركات موقعة على سلام جوبا تأثرت كثيرا بهذه الحرب، مثل حركة العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم التي خرج عنها الجنرال سليمان صندل الذي فضل البقاء داخل جبهة القوى المدنية تقدم، والحال نفسه بالنسبة لحركة تحرير السودان قيادة الطاهر حجر التي لم تتأثر بهذه الانشقاقات ولكنه فضل البقاء داخل جبهة القوى المدنية تقدم، بعكس ما حدث لحركة تحرير السودان. المجلس الانتقالي قيادة
الهادي إدريس الذي رفض إغالته من قبل البرهان وفضل البقاء داخل جبهة القوى المدنية تقدم. تبعا لذلك خرج عنه الجنرال صلاح رصاص الذي يقاتل الآن إلى جانب الجيش السوداني. بالعكس من هؤلاء جميعا نجد أن حركة تحرير السودان قيادة مني أركم الناوي لم تتأثر عسكريا بهذه الانشقاقات، ولكن خرج منها سياسيين في ولاية شرق دارفور. وبالعكس من ذلك نجد أن حركة التحالف السوداني التي كان يقودها الوالي خميس بكر الذي قتل في مدينة الجنينة فضل نائبه حافظ البقاء في داخل جبهة القوى المدنية تقدم، ومناصبة البرهان العداء نتيجة لإعفائه من منصب وزير الثروة الحيوانية، فيما فضل الجنرال بشير هارون القتال إلى جانب الجيش السوداني تبعا لمقتل خميس بكر. قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته للسودان قال إن موسكو تؤكد شرعية مجلس السيادة السوداني باعتباره الممثل الوحيد للشعب وللدولة. بالنسبة للشرعية ونحن طبعا نتعاون مع القيادة في بورت السودان، بمعنى أنه مجلس السيادة يمثل شعب سوداني ويمثل جمهورية السودان، وسودان مشارك في جامعة الأوروبي في الاتحاد الأفريقي في الأمم المتحدة، لدينا سفارة وسفير معتمد لدى هذه الحكومة القيادة، وكذلك سفير سوداني موجود في موسكو يشتغل بنشاط، ونحن نقدر عاليا الشغل في مجالات سياسية والاقتصادية والإنسانية، وإن شاء الله سنقل التواصل مستمر من أجل تعزيز الروابط الصداقة التقليدية بين شعبينا ومن أجل الشراكة استراتيجية بين السودان وروسيا. ونناقش هذا الملف مع ضيفنا من بورت السودان تيجاني عبد الله الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان مصطفى تنبور. سيد تيجاني أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. حركة تحرير السودان أصبحت ضمن تكتل الآن يسمى بقوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة بدارفور، وهو تكتل أعلن الخروج عن الحياد ومساندة الجيش ضد قوات الدعم السريع في دارفور. ما الذي دفعكم لهذه الخطوة ولماذا الآن؟ أولا حاجة أحييك وأحيي كل المشاهدين والمتابعين في ميزان الحدث. نحن في حركة تحرير السودان قيادة القائد مصطفى نصر الدين طنبور أخذنا موقفنا الثابت من اليوم الأول منذ اندلاع المعركة يوم 15 إبريل، موقفنا الدائم لقوات الشعب المسلح، وقوفهم مع جيشنا الوطني ووقوفنا مع الشعب السوداني، وقف مبادئنا ووقف مشروع حركة تحرير السودان بأن السودان هو وطن يسعف كل السودانيين، ويجب علينا نحن في حركة تحرير السودان حفاظا على الدولة السودانية جغرافية واجتماعية، ولكن ميليشيا الدعم السريع أو ميليشيا الجندوي هم عبارة عن مجموعة قليلة جدا لا يعرف عن الشعب السوداني، بل يريد أن ينفذ مخططات أجنبية لنيل من ثورات الشعب السوداني، ولكن الشعب السوداني هي أقوى وجيشنا الوطني حينتصر على هذا الميليشيا. نحن في حركة تحرير السودان أخذنا موقفنا منذ يوم 15 إبريل ونقاتل حتى لو بقى مننا عضو واحد. هل لكم أنتم وكل هذه الحركات المسلحة التي شكلت قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة في دارفور، هل لكم القدرة على مواجهة قوات الدعم السريع؟ هل لا تخشون الآن من احتمال الحرب الأهلية في دارفور التي شهدت حربا من قبل مشابهة؟ نحن في قوة الكفاح المسلح نعرف كيفية إدارة هذا المعركة، لأن ميليشيا الدعم السريع وميليشيا الجنجويد يدير حرب المدن أو حرب القريلا. نحن من نجيت هذا الحرب باحترافية عالية جدا، وسوف ينتصر قوة الكفاح المسلح الآن الموجودة في دارفور والموجودة في مدينة الفاشر من قوة الكفاح المسلح، هينتصر انتصارا باهرا وانتهاء، وحيكون مغبرة لكل ميليشيا ولكل الجندويد الموجودين على مدينة الفاشر. الآن هنالك استعداد تام من كل قوات الكفاح المسلح بتكتيك عالي وروح معنوية عالية جدا، وهنالك يعني حتى هنالك استخدامات نظرت على الفرقة الموجودة في الفاشر، ويكون هنالك معركة فاصلة لانتهاء الميليشيا وانتهاء السرطان للشعب السوداني، ونحتفل سويا كسودانيين.
ولكن بعض الأطراف السودانية تقرأ المشهد بطريقة مغايرة، تقدم وهي تكتل سياسي للقوى المدنية برئاسة حمدوك، تقول إن خروج البعض، وتقصدكم كحركات مسلحة، خروج البعض ومنزلق خطير، خروجها عن الحياد ومنزلق خطير. وتحدثت تقدم بصراحة عن إعلانكم كحركات مسلحة وقالت هو نهاية لاتفاقية جوبا للأبد. الآن مجموعة تقدم هي مجموعة انتهازية، عبارة عن مجموعة من الناشطين السياسيين ليس لديهم برنامج سياسي، بل هم صراهم الأول والأخير هم صراهم على السلطة، ولكن نسوا الدولة بأنه هنالك مؤسسات يجب احترام به على معروف على مستوى العالم، هنالك سيادة وطنية يجب يحافظ عليهم. لكن مجموعة التقدم الآن هم يتجولون على العواصم ويتجولون على السفارات ويشتكون الدولة السودانية بأن يريدون أن ينفذوا العملية الديمقراطية والحرية، بل الشعب السوداني يعرف عملية الحرية والديمقراطية حقا، لكن هؤلاء المجموعة لا يملكون أصلا مشروع سياسي وفقدوا الشرعية السياسية في ممارسة العمل السياسي داخل الدولة السودانية. ولكن بعيدا عن هذه الاتهامات، ما الذي يرفض، ما الذي ترفضونه في تصريحات أو في قراءة تقدم بأنكم تسيرون نحو منزلق خطير، أم بأن الاتفاق جوبا انتهى نهائيا بعد إعلانكم؟ هم المجموعة التي كانت هي مجموعة الإطاري حينما أعلنوا يا الحرب يا إما الإطاري أو توقيع الاتفاق الإطاري. ماذا يقصد بالتوقيع الاتفاق؟ هو التوقيع الاتفاق الإطاري هو تقسيم، ليس الاتفاق الإطاري، اتفاقية جوبا، اتفاقية جوبا وليس الاتفاق الإطاري. أعذني ربما لا أعلم إن كنت أخطأت بقراءة الأمر، ولكن اتفاقية جوبا التي يتحدثون عنها يقولون إنها انتهت الآن للأبد. اتفاقية جوبا هي اتفاقية عظيمة جدا وقعت بين الطرفين، ما بين الحكومة السودانية ما بين أطراف العملية السلمية، وهم الآن يسرون على خطوة لتنفيذ هذا الاتفاقية. هناك تعرجات قليلة جدا، ولكن حينما لبت لباء الوطن وتوجهنا تماما جدا لحفاظا لهذا الدولة، وبعد ذلك يكون هناك التنفيذ على الاتفاق. ما الذي تحقق؟ ترونها جيدة، ولكن ما الذي تحقق؟ أساسا تبعات الحرب الأولى لم تعالج، وكان هذا الأمر في ضمن إطار اتفاقية جوبا. وقف الدماء بين الأطراف الموجودة كان يتصارع في إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، هنالك الآن كلهم يتوجهون لعملية التنمية، لأن ثورة ديسمبر كانت هنالك مجموعة أو مجموعة المجموعة التي استولت على السلطة 30 عاما أفقرت الدولة السودانية وخلق هنالك عملية بتاع تهميش في عملية التنمية، ولكن سيكون هنالك ما بعد الحرب هنالك تنمية شاملة على مستوى السودان، ويكون هنالك رؤية حقيقية جدا لكل الشعب السوداني، وحنشارك نحن المقيمين على اتفاق سلام جوبا بل في كل مؤسسة الدولة، وحنشارك بتنفيذ هذا الاتفاق بدا حتى ينعم كل مواطني الشعب السوداني بأمن واستقرار، ويكون هنالك دولة سودانية جديدة ومتطورة وحديثة. إذا ترفضون الحديث عن إطار جديد غير اتفاقية جوبا؟ لا اتفاق جوبا هي وقع له الضمانات وله بنود، والان هنالك يعني هنالك تمثيل نوعي كبير جدا في تنفيذ اتفاق جوبا. الان السيد النائب الاول هو السيد مالك عقار عضو مجلس السياده، هو الان يمثل من ضمن موقعين على اتفاق جوبا، السيد منار كومناوي حاكم اقليم دارفور، وايضا من اتفاق جبريل ابراهيم وزير الماليه، هو ايضا من الذين وقعوا على اتفاق جوبا يعني. نعم، شكرا جزيلا، كنت معنا من بور سودان تيجاني عبد الله الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان مصطفى تنبور، شكرا. شكرا لكم. وقبل أن ننتقل إلى الملف السوري، أشيل بعض الأخبار العاجلة التي كانت ظهرت في أسفل الشاشة منذ قليل حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. المكالمة كانت انتهت منذ نحو نصف ساعة أو أكثر، ولكن البيت الأبيض في بيانه قال إن بايدن أكد خلال هذه المكالمة مجددا التزامه الثابت بأمن إسرائيل، وبايدن شدد في هذا الاتصال مع نتنياهو على ضرورة الاستمرار بإدخال المساعدات لقطاع غزة عبر المنظمات الإنسانية. كما أن بايدن ونتنياهو بحسب بيان البيت الأبيض بحثا عملية رفح، وبين الرئيس الأمريكي أكد مجددا موقفه الواضح من هذه
العملية. هذا كان في تطورات الملف الفلسطيني والحرب في غزة. نعود إلى الملف الذي سيناقش الآن، الملف السوري. بحث الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله وزير خارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في دمشق التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل. وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها أن الأسد بحث أيضا مع وزير خارجية البحريني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات، كما استعرض أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية. وهذه الزيارة الأولى منذ عام 2011 لمسؤول بحريني إلى سوريا. ونناقش هذا الملف مع ضيفنا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف، ومن الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من دمشق السيد غسان. لأول مرة منذ 2011 وزير خارجية بحرينية زور سوريا. نريد أن نفهم معك في البداية خلفية هذه الزيارة وما الذي يفهم منها الآن. تحياتي لك سارة وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا يعني العلاقات البحرينية السورية لم تنقطع يعني حتى في عام 2011، يعني أيدت سوريا مثلا دخول قوات درع الجزيرة وكان لها بيان لافت وقالت بأن هذا يندرج ضمن اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي. أيضا بالنسبة لخطوط الطيران ظلت بين البلدين، أيضا السفارات ظلت تعمل بشكل صحيح أنه لم يكن هناك سفير يعني بحريني في سوريا، ولكن السفارة بقيت مفتوحة والسفارة السورية بقيت مفتوحة في البحرين. جاء عام 2018 عندما قامت الإمارات بإعادة علاقاتها مع سوريا، قالت البحرين بأنها يعني تعيد العمل الكامل في سفارتها، حتى جاء العام 2022 وتم تعيين السفير يعني فوق العادي في سوريا. ولذلك تعتبر العلاقات يعني السورية البحرينية متميزة. ولكن اليوم نعود لسؤالك، اليوم يعني زيارة وزير الخارجية عبد الله الزياني إلى سوريا لها مهمتان. المهمة الأولى هي يعني تأكيد حضور سوريا أو الرئيس بشار الأسد للقمة الثالثة والثلاثين التي ستعقد في 16 من مايو المقبل في المنامة. هذا من جهة. الموضوع الآخر هو التأكيد على العلاقات الثنائية بين البلدين وتوطيد هذه العلاقات يعني السورية البحرينية. على ما أعتقد الدعوة كانت سلمت أساسا منذ أشهر في 26 مارس الشهر الماضي. مارس نعم. دكتور فهد شليمي، حينما نتحدث عن البحرين لا نقصد البحرين فقط وهذه الزيارة لوزير خارجية عبد اللطيف الزياني، ولكن نقصد الإجماع العربي والموقف الخليجي أيضا ما بين القمة العربية الأخيرة في الرياض التي حضرتها أو في السعودية الأخيرة التي حضرها الرئيس السوري وما بين القمة المرتقبة في البحرين. كان هناك مبادرة عربية، مبادرة للأردن باسم العرب بالتأكيد، التزامات مطلوبة من سوريا، ما الذي تحقق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم ومشاهدينكم الكرام وضيفك الكريم. أنا أعتقد قليل تحقق، ولكن تدهور الوضع. اللي يشاهد الوضع العربي يجد أن مثلا في مأساة غزة الكل إيدينا متكتفة مش قادر يعمل شيء. ليش؟ لوجود الحقيقة يعني تأثير إيراني على بعض الدول اللي يسمونها مثلا محور المقاومة. هذا محور المقاومة لا هو اللي قاوم وكسر إسرائيل وكسب الحرب، ولا هو اللي تعامل مع الدول الأخرى، وبالتالي أعطى دعم كبير للمشروع الإيراني. الآن العالم يتفاوض أو الأوروبيين يتفاوضون مش مع محور المقاومة، يتفاوضون مع الإيرانيين. يعني الحوثي لما يرمي الصواريخ هو لخدمة إيران، حزب الله لما يرمي صواريخ هو لخدمة إيران، حماس لما تطلق صواريخ هو لخدمة إيران.
وحتى في الخليج لا أحد أن يكون لا أحد يريد أن يكون عدوا لإيران. لكن الموقف العربي أصبح أسوأ الآن. البحرين هي رئيسة القمة، البحرين لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، البحرين لديها علاقات دبلوماسية مع السوريين، البحرين الأسطول الخامس الأمريكي موجود في البحرين، وبالتالي علاقتها جيدة حتى مع الحلف الغربي. لذلك البحرين قد تكون مرشحة للحقيقة للعب دور يستطيع أن يعمل ميدياتر. الآن مطلوب أيضا حتى على الجانب السوري الحقيقة أن يتفاعل مع هذه الدعوات وهذه الروح الخليجية والروح العربية. الكل الحقيقة يريد أن يرمم الجسم العربي، وأن يكون هناك مشروع عربي ما بين بدلا ما يكون مشروع إيراني أو مشروع دكتور صحيح. فهد، ولكن اعذرني، التأثير الإيراني والوجود الإيراني كان من بين النقاط المناقشة والالتزامات المطلوبة من سوريا، ولكن هناك التزامات أخرى كان بإمكان سوريا أن تقدم شيء فيها. القضية الأولى كانت المخدرات، وهذه واضحة جدا على الحدود الأردنية، عودة اللاجئين، المسار السياسي. صحيح، يعني أذكرها في القمة اللي حدثت القمة السابقة، يعني تطرقوا الحقيقة إلى حديث مثل هذا الحديث. طبعا أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم الجمهورية السورية، ولا أحد يستطيع، لأن هذا هو قرارهم. لكن أعتقد أنا الرئيس السوري أو القيادة السورية تحتاج إلى تشجيع أكثر الحقيقة، وطمأنة وضمانات أكثر لكي تلقي هذا التأثير. الحقيقة البعض يتحدث عن تأثير إيراني أو تأثير روسي، الواقع المفروض أن سوريا لن لا تتأثر لا بإيران ولا بروسيا، لكن لأن في ظروف سياسية أمنية عسكرية جعلتهم الحقيقة في هذا الموقف. يعني المفروض يكون في تعاون للمشروع العربي. ليس لدينا مشروع عربي، في مشروع إيراني في المنطقة وفي مشروع إسرائيلي. أنا أعتقد هذه القمم قد ترمم، ويجب أن يكون هناك تفاهم. الآن هذا المشروع العربي الآن قاعد يضرب، غزة ومشروع السلام اللي يقوم على دولتين اللي ضرب إيران، مشترى حماس. إيران هي اللي حركتهم وخربت هذا الموضوع، بينما المفروض يكون في مشروع عربي الحقيقة يحفظ الحقوق للشعب الفلسطيني وتستقر المنطقة. ليس لدينا هذا المشروع. البحرين قد تحاول في هذه القمة، مقررات القمة أعتقد في نقاط أراد وزير خارجية البحرين أن يناقش فيها الأخوة السوريين قبل أن تبدأ الحقيقة البيان الختامي اللي الآن في عملية درافت عليه. بالتأكيد يرجي البحث عن هذا البيان وعن هذه الاتفاقات قبل القمة. هنا انتقل السيد غسان. سوريا لا تملك حقيقة طرف عزل نفسها مرة أخرى عن محيطها العربي، إذن لماذا يتأخر تعاون سوريا في الكثير من الملفات، أو على الأقل هذا ما يرى أو يعتقد في ملفات كالمخدرات، الحالة السياسية، اللاجئين وغيرها، والوجود الإيراني أو تأثير الإيراني مثل ما ذكر دكتور فهد؟ سارة، يعني أولا العلاقة مع إيران يعني هي علاقة بين دولتين، يعني مثل علاقة مثلا دول الخليج مع الولايات المتحدة، مع دول أخرى، مع تركيا، مع حتى مع إسرائيل. يعني هناك بعض الدول لديها علاقات، ولذلك يعني التدخل في علاقات دولة بدولة أعتقد بأنه يعني سوريا ترفض هذا الشيء، ودائما يعني حتى كانت تقول بأن علاقاتنا مع إيران ستكون عامل إيجابي للتهدئة بين الدول العربية وإيران. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني بالنسبة للمخدرات، أنا أقول لك اليوم يعني هناك ظلم كبير يقع على الدولة السورية. لماذا؟ يعني مثلا أنا قرأت في نورس بريس، وهي وكالة تابعة للتحالف الدولي، يعني مدعومة من التحالف الدولي، تديرها قوات سوريا الديمقراطية، تقول بأن هناك 7 معامل كبتاكوم في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الجيش الوطني. أيضا كان هناك معمل للكبتاكوم من عام 2009 حتى 2018 في عمان وكشفت الفضيحة. أيضا هناك معمل للكبتاكوم كشف في المسنة في العراق، وأيضا هناك الكثير. ولذلك هم دائما يؤكدون على أن سوريا هي التي تنتج وبأن السلطة وغير ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة لسوريا، سوريا لم تتدخل في حياتها بأي شأن داخلي للدول العربية. في عام 2011 تم تجميد عضوية سوريا، وقاموا بإقامة غرفتين، غرفة الموك لدعم المجموعات المسلحة في الجنوب، وغرفة الموم في تركيا لدعم المجموعات المسلحة في الشمال.
وكان هناك دعم من دول عربية مثلا لجبهة النصرة ولداعش ولغيرها، ولذلك اليوم يعني من الإجحاف القول بأن سوريا لم تقوم بأي شيء وحضرت سوريا. وأنا حاولت أن أدع لك المساحة الزمنية الكافية لشرح كل وجهة نظرك، ولكن ربما يأخذ هناك الكثير من الملاحظات أو المواقف والآراء المختلفة. لم أكمل. أولا لم في أكمل إيران أرى. في إيران أعذرني، إيران علاقة سوريا مختلفة، وجود عسكري وتأثير على دول الجوار، هناك ميليشيات وفصائل على الحدود. فيما يتعلق بالمخدرات، ما يرصد بالفعل هو حركة واضحة من حول المخدرات أو مسار لإيصال المخدرات من سوريا إلى دول الجوار. الأردن أكبر دليل على هذه المسألة. يا سارة، أنا أقول لك يعني لو لم يكن هناك يعني مثلا حسين الرواشدي في صحيفة الدستور الأردني في 2/1 من هذا العام نشر تقريرا وتحقيقا كبيرا وقال هناك رؤوس كبيرة ومسؤولون كبار متورطون في تجارة المخدرات مع الجانب السوري، إذن هناك طرف آخر، يعني لماذا الأردن لا تقضي على هؤلاء؟ وقال هناك حيتان كبيرة، وأنا قلت لك بأنه كان معمل للكبتاكون، وهذا ما سمعنا به، وربما معامل أخرى، ولكن البروباغندا اليوم هي كلها ضد سوريا. أما بالنسبة لإيران، أنا أقول لك لا يحق لأي دولة أن تتدخل في شؤون سوريا وعلاقات سوريا، كما لا يحق لسوريا أن تتدخل مثلا في علاقات البحرين مع إسرائيل، أو في علاقات الإمارات مع إسرائيل، أو في علاقات السعودية مثلا مع تركيا. أنا أقول لك يعني هذا التدخل في الشأن الداخلي مرفوض. لماذا؟ لأن كل دولة يعني يجب أن تعتمد على أصدقائها. لا أعلم إلى أي درجة هي شأن داخلي، إن كانت بالفعل الوجود الإيراني يؤثر حتى على الجوار. حينما تقول لم تتدخل سوريا، ربما الآن يتحدث اللبنانيون ويقولون ماذا كانت تفعل سوريا في السنوات الماضية في في لبنان. كان هناك طلب، يعني دقيقة سارة، هي ملاحظة مهمة جدا. قوات الردع العربية التي دخلت لبنان كانت بقرار من جامعة الدول العربية، وكان هناك قوات من بعض الدول العربية قامت بسحب قواتها. نعم، على العموم الذي قامت به سوريا، دقيقة، الذي قامت به سوريا أقل من دقيقة يكون عادلة مع الدكتور فهد، الحرب الأهلية بين الأطراف اللبنانية. ولذلك اليوم لاحظت يعني كيف خرجت سوريا من لبنان بقرار دولي 1559. هذا على العموم هذه قصة مختلفة. دعني أنتقل للدكتور فهد. التطور الأساسي الآن هو هذه الزيارة. أعذرني السيد غسان، أحاول دائما أكون عادلة في توزيع الوقت، ولكن التطور الأساسي هذه الزيارة وترتيبات للقمة العربية في البحرين. وأعود مرة أخرى إليك الدكتور فهد فيما يتعلق بسوريا والمنتظر منها وما قدمت بالفعل الآن. هل سيجري التأكيد مرة أخرى على سوريا بالالتزامات السابقة؟ هل سيطلب منها شيء هذه المرة في ظل وضع إقليمي ذكرته، مسألة الحرب في غزة، التطورات الإيرانية الإسرائيلية والعالمية الآن؟ الله يشوف، يعني الأستاذ يقول التدخلات سوريا لم تتدخل. إيران تدخلت في كل بلد، إحنا في الكويت تدخلت فينا، تدخلت في البحرين، تدخل قتلت السوريين، الإيرانيين قتلوا السوريين أبناء بلدك، الطيران الروسي كاربت بامينج شفناها أمام الكاميرات، يعني هذه ما تحتاج القتلة، اللي قتلوهم الإيرانيين في من السوريين أكثر من الفرنساويين اللي قتلوا إسرائيل. سوريا ساعدت الكويت في تحرير، دقيقة يا سارة، أقل من دقيقة، انتهى الوقت، انتهى الوقت. سيد غسان أعذرني، انتهى الوقت تماما، إذن لسه دقيقة للدكتور فهد. أنتم تتذكرون كيف ذهب الجيش الإيراني. السيد غسان أعذرني، ولكن نصف دقيقة للدكتور فهد، نصف دقيقة الأخيرة في هذا النقاش. حزب الله اللي تدعمون اللي يزرع الكبتاغون قتل المسلمين وقتل السوريين، لا تدافع عن هذا الموقف. الآن الأمة العربية تريد أن تعمل دامج كنترول، حصر الأضرار. نعم، وحصر الأضرار هذا لازم. شكرا لكما. أنا أسفك من الكويت، كنت معنا رئيس المتدخل جي الأمن والسلام الدكتور فهد شليمي، وكان معنا من سوريا غسان يوسف المحلل السياسي. شكرا. ونختم حلقة اليوم من برنامج الأخبار ليلة مشاهدينا من سوريا كذلك، إذ نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة في جمهورية تركيا خلال الفترة الحالية، وذلك ضمن برنامج حياة التطوع السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.
يوسف. لأول مرة يسمع الطفل يوسف صوت والده بعد حالة من الصمم رافقته طيلة سنوات حياته الماضية، دقائق عصيبة من انتظار نتائج عملية زرع القوقعة عاشها علي وزوجته وهو يتابع الاختبار بعيدا عن طفله الذي عانى لسنوات في سبيل علاجه. والله يعني عذاب 5 سنين، والله أرقد في يدي وجري يعني مشان بس أمن عليهم يمشي حالهم، والحمد لله لقطع للصغير وضل عنا الكبير، ونترجى من الأخوة الساموا بهالمشروع يرجعوا يجددوا مشروع تاني. لا الطفل هلا أطفال تضلوا، شعوري شيء كبير، شيء كبير، فرحة كبيرة يعني، فرحان قد الدنيا. إسا إن شاء الله مع أخوه الكبير وبيمشي حاله، إسا بدي أفرح قد الدنيا وأكثر. فرحة علي بطفله يوسف غمرها الشوق، حيث دخل يوسف رفقة باقي الأطفال إلى الأراضي التركية عبر معبر حمام الحدودي ليصلوا إلى أحد المشافي في مدينة الريحانية. 30 طفلا من فاقدي السمع سيتم علاجهم عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة، في واحدة من مبادراته التي يستهدف من خلالها مساعدة النازحين والمحتاجين هنا. يستهدف البرنامج 10 أطفال، منهم من سيتم إجراء عمليات الزراعة لهم، وآخرون سيعمل الأطباء على معالجتهم وتأمين الأجهزة السمعية لهم. ويأتي هذا البرنامج امتداداً لجهود السعودية الإنسانية لمساعدة المرضى في مثل هذه المناطق. بداية البرنامج زراعة القوقعة اللي تم إن شاء الله هذا الأسبوع وبيخلص إن شاء الله، هو امتداد لجهود المملكة في زراعة القوقعة في الشرق الأوسط. فإحنا سعداء أننا تيحت لنا هذه الفرصة عن طريق مؤسسة الملك سلمان الإغاثية، بحيث أنه نجي ونفيد أشخاص من وفينا بخبراتنا اللي عندنا جمعناها على هذه السنين، ونستطيع أن إحنا كمان نترك أثر مستدام. سيتابع المركز عمليات التأهيل التي تبدأ بعد الزراعة عن طريق تدريب نساء سوريات لمتابعة الأطفال في هذه المرحلة التي تعتبر جزءاً لا تقل أهمية عن عملية زراعة الحلزون. محمد الأشقر، الحدث، الحدود السورية التركية.